نصف، نحب نمشي لمعز السلامي رئيس غرفة التاكسي الفردي خليفة، وهذا يقترح زدنا معز السلامي هو في نفس الوقت راه نائب رئيس جامعة النقل، خلينا ناخذوا من عنده هل قبلوا بهذه الزيادة لأنه طالبين أكثر هما. معز صباح نور وشكرا ليك على تلبية الدعوة. معز قبل ما تجيب حذانا جاية باهية خيط، خلينا ناخذوا موقفكم انتوما كغرفة وطنية للتاكسي الفردي ورئيسها معانا سي معز السلامي. والله للأمانة سي حاتم احنا كنا طلبنا زيادة بالتعريفة منذ شهر مارس، يعني اليوم عندنا 9 شهور طالبين زيادة بالتعريفة، بعد شهر مارس زادت أقل حاجة في المحروقات 5 مرات، وبالتالي راهو نسبة الزيادة 15% ما كناش راضيين بها نظرا اللي هي ما تفيش بالحاجة وما تنجم تغطي حتى أقل ما يمكن من الديون المثقلة في قطاع التاكسي الفردي وقطاع النقل العمومي غير منتظم، خاطر بالنسبة للزيادة هذه زادت فيها 5 قطاعات هو النقل الريفي وتاكسي جماعي وتاكسي فردي وتاكسي سياحي واللواج. هما اتمتعوا بالزيادة هذه، وبالتالي اليوم أقل زيادة طلبتها القطاعات هذه هي 20% وتاكسي فردي طلبت نسبة 30%، ما تنجمش تكون مرضية، لكن ما فماش حتى حل معناها في الوقت هذا إلا قبول نسبة الزيادة مع إعادة الطلب لضرورة التعديل، خاصة اللي احنا من شهر مارس طلبنا التعديل الآلي بالنسبة لتعريف النقل العمومي غير منتظم. تعديل الآلي معناه كيف هما زيادة في الليسانس انتم تزيدوا هكا؟ زيادة في الليسانس أو في كل زيادة معناها تكون مربوطة بالقطاعات هذه، احنا كي نقولوا زيادة في المحروقات يا حاتم راهو فما زيادة في الكاس دو روشونس، فما زيادة في الزيوت، فما زيادة في العجل، كل ما هو عنده علاقة بتقديم الخدمة في السيارات هذه زيادة أوتوماتيكية وبنسب عالية. يقول لي كيفاش تحب المهني يرغب بزيادة هذه؟ يقول لي ولات فيها فرانكات، سعر المسافة من اللي كان 40 فرانك ولا 46 فرانك. هل هذا معقول؟ يعني احنا توا نرجع نحكيو بالفرانكو وبالدورو معناها، لكن اليوم فما مكرهات خلاتنا قدام امر لابد باش ضروره قبول هذه، وخليتها على عاتقي ديجا حتى قطاعاتنا في كامل الجمهوريه كانوا رافضين قبول الزياده هذه، لكن ما لقيتش حل انا في وقتها الا قبول الزياده مع ضروره اعاده الطلب في تعديل التسعير. مع السلامي رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي ونائب رئيس جامعة النقل بالويتكا، شكرا على كل هذه المعطيات.